أنا ريتا وأنا نانا أنا جوجو. اليوم الفيديو عن عبارة عن تحدي أثناء يوم كامل باللون البني. أول شي حطينا بيت باللون البني، هلا كل واحدة فينا حتلبس لون بني. نلبس ونرجعكم نفرجيكم الأوتفيت. وهذا هو اللوك. شو رأيكم بالأوتفيت اللي عملناه هون؟ أول شي حفرجيكم الأوتفيت تبعي. هاي أنا، الله تحفة. هاي اختي نانا، هاي انا، هاي اختي جوجو. هلا. اوكي هلا وين بدنا نروح؟ بدنا نروح نفطر. اوكي يلا نفوت على البيت نفطر جوا البيت البني. اوكي هاي يلا نفطر. انا بجيب كرسي، انا حاعملكم جو للبيت وهم حيحطوا الاكل. اوكي طبعا انا هون مطبخ. حفرجيكم شوي جولة في بيتنا. عنا هون ورا البيت. هنا انا يلا نلعب شوي. خلينا نشوف هون كراش. اوكي هذا هو البيت. اوكي انا حطيت كرسي. شو عمر الكرسي اللي حطيته يعني؟ انا حطيته صفر. هون الكراش. هي زفه. خلينا نمسك. يا بنات صرتوا الاكل او لا؟ صار اوكي هون الاكل عم يجهز. طب ما حطي عصفور. بلا شيلي شيلي وحط لك صحن تحته. لا ما كل شيء كبير خلاص. يلا خلينا. طب شيلي الساندويتش بدي احطه على الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بلاش اتاكل. ادي صحن. لا لا خلاص بلا صحن. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلصنا. اوكي شكرا. الحمد لله. وهلا نشرب قهوتنا الصباحية. قهوة صباحية طيب. عادي عادي. اوكي هلا بدنا نروح نعمل شوبينج. هلا خلينا نروح على تسوق. تسوق نتسوق شوية اشياء. اوكي انا جاي اللون البني. حنروح على السوق ان شاء الله هالمرة نلاقي. خليكم معنا ولا تروحوا. هلا وصلنا للتسوق. خلينا نفوت. ان شاء الله نلاقي اشياء باللون البني لانه حرفيا هذاك الفيديو ما كان في شيء ابيض غير الحليب. في ايس كريم. يا ايس كريم. خلينا ناخذ ايس كريم. شوفوا ايس كريم على الشوكليت. اوكي ايس كريم. حلو حلو. لعبت الشوكليت. شوكليت شوكليت. شوكليت. خاص ايس كريم. شوكليت. خاص ايس كريم. انا اشتريت شوكليت. لذيذة. عم ناكل بالمحل. ما بقى استلم الا ونحاسب. اوكي اوكي. خاصة تضرب من دهانة. هاي جبت انا سوري. ما فيك كاشير. يلا هون خلاص مش الحال. اوكي يلا. اعطيكم سيارة. اوكي. هلا حناخدكم جولة بالمدينة اللي عايشين فيها. اكيد في المدينة ولا؟ حاخدها عشان نتفرج على الطبيعة. نعم حلوة غيرية. طيب احكي لكم على السيارة. من هاد؟ ما بعرف. من هاد؟ زي هنا اركب معنا. يا ربي شيلي شيلي انا في واحد. يا ربي هاي سيارة. تعال تعال امشي روح غير مكان. انا بتفرج
كل زهرة صغيرة بالمدينة اللي عايشين فيها، المدينة اللي طلع مخرب فيها صراحة. انسرق البنك هلا حاليا، وقال انزار وين بنك؟ هاي عم رش فلوس. وبعد ما طلعنا بالغابة وصلنا على البيت، هلا قاعدين على البيت. يلا نروح ننام لأنه كان يوم طويل. صحنا الغرب وتمت مطاردتنا ودانا وصار تعب. أختي أنا حنظف البيت، وأختي جوجو حتشتري البيت. خليكم معنا جايينكم. إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أهم شيء سبسكرايب، ولا تنسوا تتركوا لنا تعليق حلو مثلكم. بنحبكم. باي.